السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة شاب من فرسان التغيير، وهو السيد عماد عز الدين، صاحب محل عز الدين لقطع السيارات الكورية في منطقة عمان لقوسم. بالبداية سيد عماد عز الدين، لك طموح وإن شاء الله دائما للأمام، ولك ارتقاء في هذا المحل، محل عز الدين لقطع السيارات الكورية. حابين نعرف السادة المشاهدين من هو السيد عماد عز الدين. تفضل. عماد عز الدين، عماد علي عز الدين، نعم، صاحب قطع سيارات كورية في المجال الكوري. نعم، يعني سيد عماد، نتحدث عن تأسيس هذا المحل، محل عز الدين لقطع السيارات الكورية. متى تأسس؟ تأسس تقريبا بال 2008. نعم، نتحدث عن آلية العمل، أهم الخدمات في هذا المحل. أهم شيء بالموضوع أنه قطع سيارات كورية. نعم، في مجال قطع السيارات الكورية كامل. نعم، سواء بودي، سواء قطع ميكانيك، سواء يعني بيختص بالأمور. نعم، يعني نتحدث، كيف ترى إقبال المواطنين لقطع السيارات الكورية؟ هل يوجد إقبال لهذه القطع؟ الحمد لله في إقبال، بس الفترة اللي احنا فيها في يعني ركود نوعا ما. في ركود، شو ركود؟ بسبب الظروف الاقتصادية؟ نعم نعم، يعني أثرت عليكم بشكل سلبي. أثرت نوعا ما. نوعا ما يعني لسه، بس يعني الوضع كويس يعني. الحمد لله. يعني سيد عماد عز الدين، يعني شو بتميز هذا المحل، محل عز الدين لقطع السيارات الكورية، عن محلات أخرى؟ مع احترامي لكل المحلات لقطع السيارات، أهم شيء أنه بضاعة أصلية. نعم، أصلية، يعني بين قوسين أصلية، مش أنه أصلي مغلف بالصيني. نعم، يعني اللي يعني كل ابضاع، نقول نخب، احنا نخب اول، نخب اول ماركه اصليه زي ما انت شايف يعني. نعم، اكيد ستستعرض كاميرا انجازات وطنيه اكيد هذه الصور. سيد عماد عز الدين، كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع السيارات، وفي مجال الكوري، قطع السيارات الكوريه بشكل عام؟ والله مجاله كل ما له، يعني نقول مجاله واسع. واسع طبعا. نعم، يعني في تطور ملحوظ. استيراد وتصدير هذه القطع من اين؟ والله في شيء باستيرادنا، في شيء بنجيبه من المحلات التجارية الكبيرة. نعم، انت ذكرت استيرادكم، يعني السوق المحلي ولا استيراد شركة معينة لكم؟ في الاستيراد لنا للمحل شخصي، وفي شيء من نعم نعم، يعني سيد عماد عز الدين، اكيد لكم طموحات ورؤية مستقبلية لهذا المحل، ما هي ابرز الطموحات والرؤية المستقبلية لمحل عز الدين قطع السيارات؟ والله انا بتامل انه نفتح فرع ثاني وثالث، بس يعني يكون يعني ان شاء الله الوضع يكون احسن من هيك، الظروف تكون الاقتصاديه افضل من هيك بإذن الله. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. سيد عماد، هل تواجهنا اي مشاكل او معوقات او عقبات تواجه هذا القطاع؟ لا والله الحمد لله، بس هم اهم شيء التجار المستوردين والتجار يجيبوا قطع الاصليه. نعم، مش تكون القطع المغلفه، ما يحكي عنها نخب وهي مش نخب. بالضبط. نعم، يعني بضم صوتي الى صوتك، يعني جيب هيك وجيب هيك ما بزبط. نعم، يعني دائما الاصل اكيد بيخدم السياره مستقبلا. يعني سيد عماد عز الدين كشاب فرسان التغيير، اكيد يعني بضم صوتي الى صوتك، اكيد لك طموح ان شاء الله بتفتحوا اكثر من فرع في عده محافظات باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله للامام. سيد عماد، شو بتحب توجه رساله وانت شاب فرسان التغيير؟ رساله نبعد دائما ثقافه العيب عن جيل الشباب فرسان التغيير، ايضا حابين نبعد هذه الثقافه، نحثهم على العمل. والله انه بيحكي فيش عمل او فيش شغل في الاردن هنا، بيقول غلطان. نعم، الشغل موجود. نعم، بس يكون في جد في الموضوع، الكل يسعى بيلاقي نصيبه. يعني احنا بنقول من صار على درب وصل كل مجتهد نصيب. سيد عماد عز الدين، نحن نعيش منظومه نعمه امن وامان، والحمد لله نعمه الامن والامان. لو قدر لك ان تقبلت مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القياده الحكيمه، في ظل هذه القياده الرشيده، ماذا ستقول له عبر شاشه قناه جوسات؟ بحكي الحمد لله على الامن والامان، يعني ما شاء الله ملكنا يعني مسيطر على الوضع كامل. نعم، يعني انه فيش مشاكل، الحدود مأمنة الحمد لله. الحمد لله، ربنا يديم الأمان. امين يا رب العالمين. سيد عماد عز الدين، حابين الان نحدد موقع محل عز الدين لقطع السيارات الكوريه وارقام الهواتف في التواصل مع حضرتك مباشره. الموقع بالقوسمه، شارع عمير عاصم بن عمير. الهاتف 079-629-389. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل للسيد عماد عز الدين، وهو شاب من فرسان التغيير من محل عز الدين لقطاع السيارات الكورية. نتمنى لك التوفيق سيد عماد، وشكرا جزيلا لهذا اللقاء. الله يعطيك العافية.